تفضل. ارحب نجومنا اللي انضموا لنا، نرحب اخونا الغالي عبد الرحمن العقله. الله يحييك يا هلا مره، كل عام وانت بخير. سنه طيب ان شاء الله من العايدين الفايزين. الله يحييك، نورتنا وشرفتنا بمجلس الاجاويد طال عمرك. وجودك طال عمرك ودنا ولا عليك امر، ودنا ولا عليك امر، تعرفنا وتعرف الساده المشاهدين بنفسك وبالتميز اللي عندك طال عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعوذ بالله من كلمه انا، دكتور عبد الرحمن عبد العزيز العقلاء، ونعم قائد فريق ونيتات فورد التاريخيه. ما شاء الله تبارك الله. وحضرت اليوم لمجلس الاجاويد لاتحدث عن سيارات ونيتات الفورد وتاريخيا باذن الله. دكتور ابو عبد العزيز، ابو عبد العزيز والله نعم. انا يوم جيت دخلت شفت هالفورت اللي ما شاء الله تبارك الله يتبارك. نعم. ولا يوم انشرح صدري قلت لا اليوم نبي نستانس حنا ودكتورنا الغالي. من ذوقك وذوق الموجودين طال عمرك. الله يسلمك. شلت الجمس ابو ديم اليوم. دورنا في الهاف لا ذا فورت بعد اللي يقول فورت الحمر والرفارف سود. نعم الله يجزاك. هذا طال عمرك من نوع فورد ونيت موديل 65 معدل 66. طبعا للفروت معنا معي قصة. ف كنت موجود في القصيم في عام 1391 بعد وفاة الوالد. كان ماشي. عندي عمي علي الله يغفر له يرحمه. آمين. كان من أصحاب الفروت. ما شاء الله تبارك. فذيك الأيام كان عمري 10-11 سنة. أيوه. تعرف نوع السيارات هذه كان مركب لها بليتين عادي يسمونه، مو الكتروني، كان البليتين في كل السيارات عادي. فكان البليتين هذا يلذع زياده كهرباء، فيلذع يعني يموع شوي يصير ما يعطي كهرباء للسياره. نعم. فكان عمي الله يرحمه يحتاج الى انه يزن الديلكو، وزنيه الديلكو عشان يركب البليتين الجديد، فتحتاج الى انه تدق سلف على شوي شوي بالخفيف. فقمت بهذه المهمة على أساس أنه يضبطها أول مرة ثاني مرة إلى خامس مرة. بعد كذا لحقني الطمع شوي. ما شاء الله تبارك الله. طيب يا دكتور طال عمرك، حنا استمتعنا ببدايتك مع السيارات. أي نعم. وبدايتك مع عمك وشون أنك ضبطت السيارة. نبي نكمل هالحين السواليف. نكمل طال عمرك. بعد كذا صرت تدلع شوي عليه. نعم. بحيث أنه أنا أبغى مكافأة أو مقابل. أي. فلا مو انه خبير. فالان انا راح بالي الموضوع ابعد من 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 انه تصليح بليتين او شيء. انت ميكانيكي يعني؟ لا لا لا، انا عمري 11-12 سنه الان. اي لا بس اقصد بديت تشتغل بالميكانيكا يعني؟ تصورت انك لا غير ذلك. أي. الان انا ابي اسوق. اي ابي اسوق. فقلت له مقابل اني ادق الدقه هذه يعني خفيفه جدا ما يعني تذكر، بس انها تحرك عصا الديلكو. نعم. فقلت ابي مقابل. قالوا ايش تبي مقابل؟ قلت ابي ريوس طلع الونيت من القراش. اينا. قالوا انا عمك قصير ما تطوله ذا. قلت ابي احاول واتعلق بالدركسون. المهم اني طلعته شوي شوي، سنه سنتين صرت طويل شوي، صرت قلت لا ابي اخذ لفه على المزرعه. الله. فهنا بدا عشق سيارات الونيت الفورد عندي. ايوه. طبعا الكلام هذا جلس من بدايته لنهايته حوالي 8-9 سنوات. بعد كذا تخرجت من الثانوي والتحقت بالكلية، وبعد كذا التهيت بالعمل إلى أن جاء سنة 1425. كنت في منطقة الجوف، فكنت طالع اتمشى في أيام ربيع وكذا، أمر من عندك المزرعة إلا والله الفرت اللي ما أخطيه. يا سلام. قلت لرفيجي ادخل ادخل. قال مزرعة. قلت ما دامت الباب مفتوح معناته مسموح الدخول. صح. دخلنا جارة على المزرعة، أنا عيني على الهاف. نعم. اللي موجود برا الحين هذا. المهم وحنا وقت صلاة الظهر ترى، ولنا حق جمع تقديم الظهر والعصر. فجارة على المزرعة، خير وش عندكم؟ قلنا والله يا ابن الحلال احنا كشاته وشفنا المزرعة ونبي نتوضا ونصلي وناخذ فنجال. قال الله يحييكم الله يحييكم، هلا ورحب ابن الحلال. والله توضينا وصلينا واخذنا فنجال وابارك له بالمزرعه وما يعني مشيئه الله سبحانه وتعالى وتبريكات وكذا، وبعارين عنده وعنده غنم ومزرعه زينه. قلت ما شاء الله وش هالجمس؟ هو فرت. وانت هذا موضوعك. انا عيني عليه ترف عيني كاني اشوفه على الحجاج اليسر. يا سلام.
قال هذا ما هو بجمس يا الأخو، هذا فرت. قلت ما شاء الله تبارك الله، وش قديم ذا؟ قال لي قديم، لا لك تشريح. هو قال الكلمة ولا ما قاله بس تمام، جاء على الجرح. قلت بكم؟ المهم حدوا علي بسعر معين، وكان في متناول اليد، كان معي بجيبي 1000 ريال. وأعطيها الألف ريال عربون. عربون نعم. وكان أيامها مع الجوالات موجودة، واتصل على رفيد زلي قالوا بشير الفهيقي من هالجوف. ونعم هذا اللي ذبح القعود يوم عين الأمير عبد الإله أمير المنطقة الجوف. والله هو نعم يا بشير. قال نعم. قلت عطني باقي المبلغ وعطنا سطحة الموتر، ما تضمنه ياصل للديرة يعني من زمان مرقفه بعشه ومغبر وذا. المهم ما أذن العصر طال عمرك إلا هو منقول باسمي. ما شاء الله تبارك الله. زامت على أحد الشركات النقل، لأنكم أنتم ما تحبون الأسماء نقول أسماء. جزاك الله خير. عام 25 1425. المهم شلناه طال عمرك بسطحه، ما شالت التريلات، التريله هو اعرض من التريله يدخل، بشاله بسطحه وجابوه للرياض. خليته عند البيت لاني مشغول بعملي ماني فاضي، يعني صاحب الشغلتين وانا اخوك كذاب ما تقدر توفق بين عمل وبين هوايه. في عام 1400 تقريبا و 38 قاعد هالفترة كلها، قاعد الفترة هذه كلها عند الباب بس أشغلته وكل شيء أروح عليه واجي عليه. نعم. بس مو بالموتر اللي ينشد بهالظهر تروح فيه مسافات طويلة. ما بعد التفتر. يعني أطلع العاذرية، أطلع الثمامة، أطلع الجنادرية، أطلع الروضة نورة قريبة ما هي بعيدة، الرماح إلى إذا، لكن تبي تمسك مسافات طويلة ما يعني ما يزبن على ما قالوا. أي لا قبل 38 استغفر الله، لا قبل يمكن حول 35 ماشي. 35 هو أنا تقاعدت 34 عام 34 بين 34 و 35 بديت أشتغل عليه ما شاء الله، تجديد وترميم من الألف إلى الياء إلى أن أصبح طال عمرك ينشد بهالظهر يروح مسافات طويلة ما شاء الله. طبعا جلس في الترميم تقريبا 3 سنوات ماشي. لأنه فككناه قطعة قطعة وعدنا تركيبه من جديد. القطع من وين تجيبونه؟ سم القطع، القطع الغيار. القطع موجودة هنا موجودة بالسعودية، وفي اللي ما هو موجود ما نلقاه طبعا بالمملكة نجيبه من أمريكا. موجود شركات هناك متخصصة بقطع الغيار، نتحرى الشيء الأصلي من القطع هذه واشتريه والشحن يجيبه. فتحت طبعا أنا عندي ابني مشعل برضو عاشق للسيارات، السيارات هذه، فسوى صندوق بريد، صندوق بريد في أمريكا، وصار نشتري من الشركات القطع الغيار ونروح بصندوق البريد ونشحن على المملكة. يا سلام. المهم جددت الموتر طبعا. خلال هذه الفترة تعرفت على مجموعة، العم عبد الله السلام أبو محمد الله يذكركم يذكر بالخير، خلف الهيدي من الكويت من أصول من العنيزة، ومحمد السلام ولده راكد الراكد، وعبد الله الغيث، ومجموعة يعني سليمان إبراهيم الحايك، محمد الوهيبي، حمد ناصر الحربي، يعني مجموعة الحقيقة ما أقدر أذكر أسماء وأترك أسماء ما شاء الله. المهم أنه لو بعدهم 315 عضو الآن في الجروب. أنشأوا جروب لفريق ونيتات فورد الخليج العربي، وهذولا كلهم مهتمين بالفورد بس. 315 كلهم يملكون ونيتات فورد من 47 إلى 69، من 48 إلى 69 ما شاء الله. ليش 48؟ لأنه 48 أول ما ورد للمملكة العربية السعودية موديل 48. أيوة. وليش 69؟ لأنه 67 و 68 و 69 متشابهة، فما نقدر نأخذ 67 ووقف، خلينا إلى 69. نعم. لأن كلها متشابهة مع بعض. تمام. فدخلت معهم شوي شوي، تعلمت الصيانة وتعلمت يعني بعض الأمور الفنية وبعض الأشياء الدقيقة جدا، ولازلنا نتعلم إلى الآن. إحنا عندنا في الجروب أيضا يعني بيع وشراء قطع غيار، بيع وشراء سيارات. عندك سؤال أو عندك مشكلة ميكانيكية كهربائية في السمكرة في البوية تطرحه، أيضا تجد من يعني في ما لا يقل عن 25 إلى 30 مهندس متخصصين من كبار السن. ف بعد كذا الحقيقة وجدت نفسي أني لابد أن أكون رسمي. نعم. فتقدمت للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية مرتبط بوزارة الرياضة وطلبت العضوية، وأخذت عضوية الاتحاد، وبدأنا نشتغل على مشاريع وطنية ومشاريع يعني تنفع أصحاب المهنة وأصحاب الهواية
على مستوى المملكة والخليج العربي وكذلك على مستوى الدول العربية. ما شاء الله تبارك الله، الله يعني